السلام عليكم. اليوم سنستعرض خبر انتقال مبابي إلى ريال مدريد. أصبح انتقال اللاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد قريب جدا، بذل رغبته بالابتعاد عن باريس سان جيرمان ليصقل موهبته إلى العالم بشكل أكبر، ورغبة المدرب زين الدين زيدان مواطنه الفرنسي بشراء اللاعب الموهوب كيليان مبابي. وقد ظهر حب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لكيليان مبابي من خلال تصريحاته في المؤتمرات الصحفية عن موهبة اللاعب الفرنسي ورغبته بشرائه. كما ظهرت محبة اللاعب الفرنسي لريال مدريد من خلال صوره وهو صغير في غرفته، وظهور صور رونالدو وصور ريال مدريد ملصقة على حائط غرفته. ويبدو أن هذه التقارير الصحفية قد تصبح حقيقة إما في الشتاء أو في الصيف. البي اس جي في هذا الشوط الثاني، دي ماريا يرفع كورة، جول في القائم الثاني دون رقابة، خطأ على مستوى التمركز والرقابة على كيلين مبابي من دفاع نونت. كيف يدرك مبابي تليق في القائمة الثانية، تتعدى كرة ومبابي يبغي تاتارو شانو يمضي الهدف الأول. عندما تغيب الحلول يأتي الحل من مبابي. شوف إينوك كواتان يتأخر في التغطية، ينجح في فك الرقابة مبابي، متأخر كواتان ومبابي يسبق منه يبغي تاتارو شانو. 1-0 للبي اس جي. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة الفيديو. شكرا.